خليني أقول أنه شكل التحالفات الحالية بالتأكيد فيه العديد من التحالفات، وبالتأكيد فيه حوالي 90 حزب في مصر، لكن أعتقد أنه التحالفات الرئيسية في طريقها أنها يعني تتبلور في ثلاث تحالفات كبيرة. ده ما يمنعش أنه التحالفات الأخرى ممكن تنمو، ممكن تتغير حتى شكل الخريطة السياسية، لكن التحالفات الثلاثة الرئيسية التحالف الوفد المصري، وهو يعني ينتمي أكتر للقوة السياسية اللي عرضت النظام الرئيس مبارك، وعرضت أيضا نظام الإخوان، وفي حزب الوفد والاجتماعي الديمقراطي، وفي الحزب الإصلاح، وفي الكتلة الوطنية، وفي شخصيات عامة وعدد من رجال الأعمال يعتد بهم داخل هذا التحالف. ده كله ده تحت لواء التحالف تحالف الوفد المصري. في الجبهة المصرية جزء منها كان موجود في الحزب الوطني القديم، ومنهم وجوه جديدة، فيهم شخصيات مستقلة، وفيهم شخصيات كتيرة لعبت أدوار إيجابية، ومعظمهم إن لم يكن جميعهم محسوب على الحزب الوطني القديم. تقصد بيه حضرتك حزب مصطفى كامل؟ لا لا لا، الحزب الوطني الديمقراطي، حزب مبارك. لا، الحزب اللي كان في كتير منهم كانوا أعضاء في الحزب الوطني الديمقراطي، لكن هم أقرب إلى 30 يونيو، وفيهم شخصيات مستقلة كتير في الحقيقة. زي مين؟ يعني في حزب المؤتمر على سبيل المثال، احنا نعرف عدد من القيادات اللي موجودة داخل حزب المؤتمر كانوا مشاركين في ثورة 25 يناير، فقدروا يعملوا صيغة خاصة بيهم، صيغة أنه ناس كانت في 25 يناير بيقودوا مع ناس كانوا أعضاء في الحزب الوطني الديمقراطي. كيف يتفق هذا مع ذلك؟ والله ده أسألهم بس. يعني في يعني أنا أعرف بشكل أعرف الدكتور مجدي مرشد مثلا، وهو من قيادات الناس اللي شاركوا بفعالية في ثورة 25 يناير، وهو من قيادات الحزب المؤتمر، وكما هو معروف يمكن دي جزء من إبداعات السيد عمرو موسى باعتبار أنه هو اللي أسس هذا الحزب، فهي صيغة مبتكرة يعني ممكن موجودة داخل هذا التحالف اللي هو الجبهة المصرية. والتكتل الثالث هو التيار المدني الديمقراطي، اللي هو محسوب بشكل كامل على ثورة 25 يناير، والبعض بيصنفه باعتباره في تيارات ثورية، في اتجاهات ظهرت وتبلورت بعد ثورة 25 يناير. فالبعض ممكن يعني يصنف حد في اليمين، يصنف حد في اليسار، يصنف طير ثالث في الوسط، يعني في كل الأحوال لو تبلورت هذه التحالفات وأخذت شكل نهائي، أنا بتصور الناخب في مصر هيقدر يميز بينها، هيقدر يميز بين رؤية كل تحالف، رؤيته السياسية، برنامجه السياسي، شكل تعاطيه كمان مع المشكلات اللي موجودة حاليا والتحديات الموجودة. وأنا رأيي أنه دي تعتبر نقلة إيجابية إذا نجحنا أن احنا نحافظ على شكل كل تحالف، وانه هذه التحالفات ما تتفتتش، انما بالعكس في فرص حتى انه يحصل اندماجات بينها وبين بعضها. هل ممكن نقول انه التحالفات اللي حضرتك تفضلت بذكرها الان وشرحت لنا يعني تشكيلها بيتم ازاي او بتتشكل من اي قوى سياسية واي شخصيات سياسية ومرجعياتها السابقة واللاحقة والحالية، هل هذه التحالفات هي التحالفات التي ستكون لها سبق المقدمة أو ستكون في الصدارة، ستكون الصراع الانتخابي سيجري بينها؟ إلى حد كبير إذا ما حصلش يعني توافق بين أو حصل تغيير في داخل خريطة هذه التحالفات، أنا بتصور أنه ده هيبقى في صالح هذا البلد، انه يبقى فيه رؤى ثلاثة كبرى للتعامل مع مشكلات الواقع، للتعامل مع المستقبل، وان الرؤى الثلاثة دي ممكن تبقى ملامحها حتى بعضها في اتبلور في وثيقة التحالف الوفد المصري، في افكار واضحة تتعلق بالرؤية السياسية، بالتصور السياسي، في حوارات حتى بين يعني بين تحالف الوفد المصري وبين التيار المدني الديمقراطي، حصل لقاء بين الدكتور سيد البدوي وعدد من القيادات اللي موجود الجبهة المصرية. يعني أنا أقصد أنه باب الحوار بين هذه التحالفات سواء من أجل الاندماج
أو من أجل التنسيق لازال موجود، وإذا ما حصلش ده هيبقى باب المنافسة الشريفة اللي المفروض يحسمها الصندوق يبقى طيب. هو الخيار.